أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين أو من خارجها في حلقة جديدة من برنامجكم حال السياسة. حلقة هذه اليوم حافلة بمراجعة أو تقييم أيضا لخطوات سواء فلسطينية أو إسرائيلية على الجانب الآخر والمنطقة والإقليم لحال القضية الفلسطينية وحال السياسة العربي والدولي. لهذا الملف بالتحديد نستضيف الدكتورة حنان عشراوي، طبعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك. أهلا أميرة. دكتورة، اليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني كان يصادف الأمس، طبعا مواقف كثيرة لدول العالم تنتهز هذه الفرصة، وطبعا مرور 70 عام على قرار التقسيم 181 تستغل فلسطين لاصدار مواقف تؤكد على مواقف الدول، لكن في المقابل أيضا إسرائيل تنتهز هذه الفرصة بطبيعة الحال. تقرير الزميل محمد حمدان نستعرضه ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش. في ظل يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني والذي صادف أمس، جددت دول العالم مواقفها الملتزمة بحل الدولتين وإقامة السلام، بينما تبقي أمريكا على مواقفها المنحازة لإسرائيل ضد الفلسطينيين. آخر هذه المواقف كان القرار غير المسبوق للإدارة الأمريكية بعدم التوقيع على مذكرة إبقاء بعثة منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة في العاصمة واشنطن. واشنطن بررت قرارها هذا أن السلطة خالفت قانونا أمريكيا ينص على أن الفلسطينيين يفتقدون الحق في أن تكون لهم ممثلية في واشنطن إذا قاموا بدعم تحقيق محكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. الرئاسة الفلسطينية أعربت عن استغرابها الشديد إزاء الخطوة الأمريكية، واعتبرت إغلاق مكتب منظمة التحرير خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية الفلسطينية، الأمر الذي تترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام والعلاقات الأمريكية العربية، ويمثل ضربة لجهود صنع السلام كما تمثل مكافأة لإسرائيل. يرى مراقبون أن هذه الخطوة من الكونغرس الأمريكي المحابي لإسرائيل تضع الولايات المتحدة في خانة الطرف لا خانة الوسيط، والتي اجتهدت لإبقاء نفسها فيه تجاه عملية السلام، خصوصا بعد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس، والذي تحدث مجددا عن احتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وقال أن الرئيس ترامب يدرس التوقيت والكيفية. جاء ذلك في سياق فعالية احتفال إسرائيل بمرور 70 عاما على قرار التقسيم في الأمم المتحدة، تصريح رد عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قائلا بأن نقل السفارة يشكل خطرا على حل الدولتين وسيكون ذريعة يستغلها الإرهابيون في المنطقة، كما أكد على أن نقل السفارة يجب أن يأتي ضمن إطار حل شمولي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام بجانب إسرائيل. في ظل ذلك كله، ترتقب المنطقة زيارة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينز إلى المنطقة خلال كانون الأول المقبل ضمن جولة في الإقليم للإطلاع على التطورات والمستجدات. في المقابل، يستمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمحاولاته الترويج لإسرائيل على أنها واحة التقدم والديمقراطية إلى أفريقيا وأوروبا، مستغلا جملة من المناسبات السياسية تدعمه فيها الولايات المتحدة. 70 عاما انقضت على قرار التقسيم رقم 181 والذي نص على أن تنشأ دولتان، أقيمت إسرائيل وما زالت دولة فلسطين تنتظر، و24 عاما انقضت على توقيع اتفاق أوسلو وإسرائيل ما زالت ترفض الاعتراف بحق دولة فلسطين بالوجود. هذا مضمون كلمة السيد الرئيس في الأمم المتحدة والتي ألقاها نيابة عنه مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة في احتفالية كبيرة لمناسبة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وقال السيد الرئيس محمود عباس أن فلسطين ستبقي الباب مفتوحا للولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية للمجتمع الدولي لتحقيق الصفقة التاريخية في حل الدولتين، ولكن إن أخفقت هذه الجهود فستلجأ القيادة الفلسطينية إلى المطالبة بحقوق كاملة ومتساوية لجميع سكان فلسطين التاريخية، مطالبا الأمم المتحدة بالعمل الحثيث والجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
إذا مشاهدينا الكرام، إليك دكتورة أحنان عشراوي بعد هذا التقرير الذي استعرض ربما الموقف المنحاز الأمريكي مؤخرا، يتمثل في مسألة بعثة أو مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن من جانب، من جانب آخر أيضا استغلال نتنياهو لذات المناسبة قرار التقسيم لأن يذهب أبعد من ذلك في الترويج لإسرائيل سواء في إفريقيا أو في الاتحاد الأوروبي. يعني واضح أن نتنياهو يستغل قرار التقسيم من أجل تبرير قضية يهودية الدولة. هو يستند، لا يريد أن ينفذ قرار التقسيم ولا يريد أن ينهي الاحتلال ولا يريد أن يعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل بالعكس يريد دولة واحدة هي دولة إسرائيل على كل فلسطين التاريخية بدون أدنى شك. ولكنه يريد أن يستخدم قرار الأمم المتحدة 181 قرار التقسيم من أجل أن يبرر يهودية الدولة ومن أجل أن يقول بأن الجانب العربي والفلسطيني هم الذين رفضوا قرار التقسيم، وبالتالي هناك استباحة كاملة لأرض فلسطين التاريخية. فيعمل بانتقائية مدروسة حول ما الذي يفيد البرنامج أو المشروع الصهيوني الأصولي وما الذي لا يستفيد منه نتنياهو يضعه جانبا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، ما يستفيد من علاقاته الدولية حقيقة أصبح واضحا للجميع. هناك تحرك مدروس ومكثف تجاه جميع الدول والتجمعات التي تاريخيا دعمت فلسطين. ونحن نقول التحرك الأساسي بدأ في أمريكا اللاتينية الآن وفي أفريقيا وعلاقاته مع أفريقيا وزياراته لأفريقيا، وأيضا سنتحدث بإسهاب في هذا العلاقات الثنائية وحتى التدخل الوقح في أوروبا ومحاولة دعوة نفسه في البرلمان الأوروبي من أجل تقديم الموقف الإسرائيلي. هناك هجمة لنقل على عدة مستويات إسرائيلية، على مستوى حركة التضامن الدولية، على مستوى المقاطعة وإنزال العقوبات في إسرائيل، وعلى مستوى الدول التي قامت باستمرار بدعم الموقف الفلسطيني والتصويت في جانب فلسطين، والآن يريد تغيير هذا التصويت دوليا. ونحن يعني حذرنا في السابق كما تذكرين أميرة من هذه الهجمة ومن ضرورة التحرك المدروس على مختلف المجالات وخاصة تجاه الدول التي الآن تجد نفسها يعني تفتح أبواب لإسرائيل، تقوم باتصالات وبعلاقات في مغريات اتصالية. إسرائيلية في المقابل يعني سنتحدث فيها، لكن أعود إلى ذكرى 70 على قرار تقسيم وأيضا يوم التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، لكن فيما قالوا نائب الرئيس الأمريكي في احتفالية البعثة الإسرائيلية أو بالتقسيم بموضوع التقسيم، اللي أيضا أعاد الحديث عن نقل السفارة. نعم دكتورة، هذا التصريح اللي أيضا أثنى عليه نتنياهو كان في خلال الفيديو كونفرنس كمان كلمة لنتنياهو في ذات الاحتفالية في الأمم المتحدة، و يعني يتحدث فيها عن العلاقات الراسخة أمريكيا إسرائيليا، يتباهى بعلاقته بترامب، يحيي نيكي هيلي بلفتة طبعا مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، واللي يعني مواقفها سابقة اسمها بالنسبة لدعمها لإسرائيل. بالفعل نيكي هيلي هي التي تدافع عن إسرائيل باستمرار وحولت أولوياتها ليس في صالح الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وإنما في صالح إسرائيل، وقالت بصراحة أن مهمتها في الأساس هي الدفاع عن إسرائيل ووضع حد للانحياز من قبل الأمم المتحدة ضد إسرائيل. فيعني أنا كتبت عنها بالفعل، هي تقوم بهجمة مدروسة أيضا وحولت كل العمل الأمريكي تجاه خدمة إسرائيل في الولايات المتحدة، وتعمل بتواصل مستمر وبتنسيق مع داني دانون وأيضا مع نتنياهو مباشرة ومع اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة وخاصة الممولين الذين يدفعون يعني أموال كبيرة، بينهم الممول الكبير اللي بدعم الكازينو في لاس فيغاس، نسيت شو اسمه، anyway اللي بدعم نتنياهو أيضا. فهذه من ناحية. من ناحية أخرى، مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي هو في الأساس من اليمين الصهيوني المسيحي المتطرف، وهو يعتبر بأن التوراة هي أساس القرار السياسي. كان قال في السابق بأن هذه هي إرادة الله، لأنه الله هو اللي أعطاهم الأرض، فبالتالي هذه شعب الله المختار، هذه إرادة الله. ومن نحن يعني لننتقد إسرائيل، ويجب أن لا يكون هناك أي انتقاد لإسرائيل أو أي عقاب أو أي تدخل سلبي، بل إعطاء إسرائيل ما تريد، وهذه هي سياسة مايك بنس. الآن أيضا قام بخطوة إضافية حتى تتناقض مع الوعد الأمريكي بأن تأجيل النظر حتى في قضية نقل السفارة إلى حين أن يكون هناك تقدم في عملية السلام. الآن يريد أن يثبت بأنه يعني أشد ولاء لإسرائيل من حتى من الرئيس أو من الذين يعملون في البيت الأبيض، بمعنى أنه يريد نقل السفارة الإسرائيلية الأمريكية إلى القدس، وهذا يعني موقف خطير جدا. هناك تراجع ليس من قبل بنس، وإنما من قبل البيت الأبيض وحتى الخارجية الأمريكية، بأن هذا ليس الموقف الرسمي. طب دكتورة، كيف يعني بعد توصيف الحال كيف نربط الخيوط مع بعضها، أو حتى نفهم الصورة وتفهم القيادة، أو نفهم مواقف القيادة وخطواتها القادمة؟ يعني موضوع مكتب منظمة التحرير في واشنطن، جولة بنس القادمة للمنطقة يعني في ترقب لقدومه بعد منتصف شهر ديسمبر كما جرى الحديث، من ناحية الموقف الفلسطيني ضد هذه الخطوة ضد مكتب السفارة، في المقابل الحديث عن صفقة تتزعمها الولايات المتحدة. يعني احنا شوي مش فاهمين شو اللي عم بيصير. لا، في هناك تخبط كمان، في هناك تخبط في الموقف الأمريكي، نفس الموقف الأمريكي، نفس الموقف الأمريكي. عدم وجود خطة أو برنامج واضح ورؤية واضحة. حتى الآن هناك محاولات استكشافية كما يقولون، فغياب الوضوح وغياب التنسيق الداخلي، أن البيت الأبيض هو الذي يعني أعطى نفسه كل الصلاحيات فيما يتعلق بقضية صنع السلام وقضية فلسطين وإسرائيل، بينما الخارجية الأمريكية وأيضا حتى نائب الرئيس ليس ضمن الدائرة التي تعمل في هذا المجال. الدائرة التي تعمل هي جاريد كوشنر، هي جيسون غرينبلات، هي حتى ديفيد فريدمان، حتى القنصل الأمريكي اللي هنا ودينا باول. هذه هي المجموعة التي استأثرت في المتابعة وفي القضية، وحتى الآن ما زالت تتكلم مع الكثيرين بما فيهم القيادات العربية، ولكنها لم تقم ب يعني وصف أو حتى التعبير عما وصلوا إليه في هذه المحادثات الاستكشافية، ولم تقدم مبادرة على الإطلاق. عندما تيلرمان، والذي كان يعني خارج الصورة في الخارجية، عندما أرسلوا رسالة إلى مكتبنا في واشنطن، الرسالة قالت بشكل واضح، وأتت الرسالة بتاريخ 16 نوفمبر، لأنه ب 15 نوفمبر تنتهي الفترة الزمنية التي خلالها تقدم وزارة الخارجية التقرير حول ما يسمى بالكومبلاينس ريبورت، أنه التزمت منظمة التحرير بشروط الكونغرس. فالرسالة تقول بأنه لا يستطيع وزير الخارجية أن يشهد بأنه التزمت، نتيجة لخطاب الرئيس في الأمم المتحدة في مجلس في الجمعية العامة، عندما قال بأن محكمة أنه يدعو محكمة الجنايات إلى الإسراع في تحقيقها الأول، مش بس في تحقيقها الأول يعني ومش انه قدم شكوى او قدمنا احاله لمحكمه الجنايات، وانما دعمنا لفظا انه على محكمه الجنايات الاسراع في تحقيقها. فقال بانه على ضوء هذا الخطاب لا يستطيع وزير الخارجيه ان يقدم تقريرا بان هناك التزام بما هو مطلوب. القضيه المضحكه يعني انه الكونغرس هل أدى ولاءه لإسرائيل أكبر من ولاءه للولايات المتحدة؟
لدرجة أنه يعمل ياخذ قرارات تضر بالمصلحة الأمريكية مقابل ما يرونه المصلحة الإسرائيلية. أبعاد هذه الخطوة دكتورة حتى نعم. على الموقف الأمريكي كراعي أو كوسيط هذا يعني تضر بمصداقية الولايات المتحدة بدورها وحتى بقبولها مش بس فلسطينيا ولكن بالمنطقة. وقلنا بصراحة أنه إذا قامت الولايات المتحدة بإغلاق مكتبنا لن تجد بديلا، لن تجد محاورا فلسطينيا. ولهذا المكتب الآن ما زال مفتوحا يعني، وهناك مباحثات لقاءات مع حسام زملوت مع سائر عريقات، لم تنتهي اللقاءات. ولكن أخذت هذه الخطوة بشكل يعني منافي لما هو التقليد في العلاقات الدبلوماسية، مفاجأة يعني أولا، وثانيا لم تكن هناك أي مباحثات حولها. وهذه نتيجة تغيير حتى الشروط، يعني أثارت الخلل في طبيعة العلاقة. لأن الكونغرس بأواخر الثمانينات أخذ قرارا بعدم القبول بتمثيل دبلوماسي لفلسطين، لمنظمة التحرير مش حتى لفلسطين، تمثيل دبلوماسي في واشنطن. عندما وقع على هذا القرار ريغان قال بأنني أوقع على هذا القرار لأني لا أنوي أن أفتح حوار دبلوماسي أو تمثيل دبلوماسي مع منظمة التحرير، ولكن سجل بأن هذا القرار، هذا القانون هو غير قانوني ويتناقض مع الدستور الأمريكي، هو غير دستوري، قال بصراحة، لأنه صلاحيات الرئيس هي العلاقات الدولية والدبلوماسية. والكونغرس سرق أو استأثر أو صادر صلاحيات الرئاسة، بمعنى أنه وضع شروط وحدود على تحرك الرئاسة دبلوماسيا ودوليا في هذه القضية. وقع لأنه قال ما عنديش نوايا أنا أنه يكون في حوار مع منظمة التحرير. ولكن نحن لم نستغل بعد التوقيع في 93 وعندما تم فتح المكتب ليصبح أكثر من مكتب إعلامي إلى مكتب تمثيلي، لم نطالب بتغيير قرارات الكونغرس أو بإعادة النظر في وسم منظمة التحرير وكأنها منظمة إرهابية. بل بالعكس، في 2015 بعدما وقعنا على معاهدة روما وميثاق روما أضاف الكونغرس شرط آخر، وهو عدم دعم أو التعاون، حتى مش بس تقديم شكاوي، عدم التعاون مع محكمة الجنايات الدولية في حالة قامت بملاحقة إسرائيليين، مش إسرائيل حتى، أفراد إسرائيليين. فمعنى ذلك تعاقب الضحية لأنها تريد العدالة والحماية، بينما الطرف الذي ينتهك الحقوق ويخرق القانون الدولي هو الذي يحظى بالحماية. فوصلنا إلى هذه الدرجة. الآن أدركت الإدارة الأمريكية هذه المعضلة بأنه الموقف يعني غير قابل للتطبيق، لأن الرد الفعل الفلسطيني كان منذ البداية رد واضح ورد جريء، والجميع يعني التزم، قالوا أنه في حالة تم إغلاق المكتب لن يكون هناك أي بديل، لن يكون هناك أي حوار، والولايات المتحدة لن تستطيع أن تلعب أي دور في لا في عملية صنع السلام ولا في الاتصال ولا في أي قضية تتعلق بفلسطين. والآن هناك محاولات للخروج. بتعتقدي أنهم يعني صعدوا إلى الشجرة عاليا والآن يحاولوا أن ينزلوا عنها؟ أقصد الأمريكا نجوا عنها، أنا في رأيي يعني لأنه تراجعوا. 90 يوم اللي منصوص عليهم بالقرار هو 90 يوم اللي خلاله يتم التقييم والرئيس يستطيع أن يمدد يعني أن يعيد فتح المكتب، والمؤشرات كلها تدل على أن المكتب الآن هو ما زال مفتوحا، المكتب لم يغلق والموظفين يعملون في المكتب، وحسام زملوت يذهب يوميا إلى المكتب. صحيح. الآن ربما بحاجة إلى فترة من الوقت لكي التخلص. هل يعول على زيارة بنس إلى مايكل بنس إلى المنطقة لحلحلة هذا الملف أو لإنهائه؟ لا، بنس ليس لديه دور سياسي دولي. هو نائب رئيس، الصلاحيات كلها مع الرئيس أولا. حتى قضية فلسطين إسرائيل وصنع السلام أصبحت حكرا على البيت الأبيض، حتى وزارة الخارجية لا تلعب دورا.
وبنس لم يلعب دورا. الأشخاص معروفين ذكرناهم، نعم نعم، من جيسون غرينبلات لجاري كوشنر نعم، لفريدمان، لأيضا الآن جديدا يعني دينا باول. فهؤلاء فقط هم الأشخاص المخولين بمتابعة هذا الملف، ولم يتدخل بنس. ولكن بنس آتي لأنه هو لديه التزام بإسرائيل، ولديه التزام إيديولوجي عقائدي صهيوني أصولي مصلحة إسرائيل. وعندما تكلم أيضا تكلم في طريقة غير منسجمة مع الموقف الرئاسي، لأنه أراد أن يثبت لنتنياهو والإسرائيليين بأنه بالفعل داعم لإسرائيل حتى أكثر من الرئاسة، والتي هي داعمة لإسرائيل للأسف. في ظل هذا السباق دكتورة الأمريكي بين عدة يعني جوانب، يعني سواء البيت الأبيض اللي ذكرتيه أو دونالد ترامب من جانب أو حتى وزارة الخارجية، ماذا بالمقابل في مواقف أيضا يعني أوروبية تحترم؟ ما جرى في خديعة دبلوماسية اللي سميت من قبل نتنياهو لأن يفرض نفسه، نعم، وأن يفرض حضوره في اجتماع وزراء الخارجية في البرلمان الأوروبي، نعم، أثار ضجة. حاولت موغريني أن 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 تجد مخرجا أنها تلمها بصفقة وقالت بأنه بعد 4 أسابيع سيتم أيضا دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة أنه اشترط بعض الوزراء أن يكون على أجندة اللقاء مع نتنياهو الأولى الرئيسية هي القيادة القضية الفلسطينية اللي دائما بيحاول نتنياهو يهرب منها. هذا وطبعا او الالتزام فيها. وطبعا مجلس البرلمان الاوروبي خرج ببيان في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتحدث عن ضروره اقرار حل الدولتين، وانه في تقصير والشروط معروفه وكان ولم تنفذ يعني ولم تنفذ، وهذا اخفاق العالم وحمل اخفاق ايضا لنفسه. هذه المواقف واضح، نعم نعم، هذه المواقف ومحاولات نتنياهو ايضا لاختراقها في مقابل يعني الامان الذي يشعر فيه امريكيا. نعم، يعني حتى شخص او عضو في البرلمان الاوروبي قالها بصراحه، قال لا تتوقع اننا نتصرف مثل الكونغرس الامريكي. يعني الاتحاد الاوروبي ليس الكونغرس، الاتحاد الاوروبي ليس الكونغرس، هذا اتحاد اوروبي. وهناك ايضا موقف من قبل البرلمان الاوروبي الذي يعني بشكل واضح يلتزم بقرار حل الدولتين، يرفض الاحتلال، يرفض الاستيطان إلى آخره، واتخذ قرارا حول ضرورة قيام الدولتين. شوفي، هذا جزء من التعامل الإسرائيلي وخاصة من قبل نتنياهو الذي فيه وقاحة يعني مشهودة، أنه لا يمكن لأي رئيس دولة أن يعزم نفسه يعني بدأ نفسه للقاء غير مدعو إليه. هذه من ناحية. من ناحية تانية موغريني كان عليها أن ترفض بصراحة بشكل واضح أنه هو غير مدعو هذا اللقاء، وزراء الخارجية الضيوف يعني يتم دعوتهم، هناك بروتوكول، هناك أصول لدعوة الضيوف للقاءات البرلمان الأوروبي ووزراء الخارجية، ولكن على ضوء إصراره وقام بالإعلان. لا، والحديث في اجتماع إسرائيلي اجتماع إسرائيلي هو يعني هذا التعاون كان مع وزيرة خارجية ليتوانيا. هل يحق لوزيرة خارجية أن تدعو أحد على اجتماع عام للاتحاد؟ طلب منها أن ترتب اجتماعا مع وزراء الخارجية على الإفطار قبل اجتماع، لأنه يريد أن يخاطب. فقالوا له نحن لسنا الكونغرس، لا تستطيع أن تدعو نفسك، كما أن وزيرة خارجية ليتوانيا. هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية خاصة الدول التي كانت جزء من المعسكر الاشتراكي التي تريد أن تثبت للولايات المتحدة أن لديها ولا أن للولايات المتحدة من خلال إسرائيل. من خلال إسرائيل طبعا. إسرائيل هي الحليف، وهي يعني تريد أن تبتعد عن الموقف التقليدي للدول الاشتراكية في دعم القضية الفلسطينية. رأيناها في عدة دول معروفة يعني بالنسبة لمواقفها. والآن استغل نتنياهو ويستغل وجود بعض من هذه الدول لتمرير المصالح الإسرائيلية، كما يعني استغل مثلا الأزمة الاقتصادية لليونان. صحيح. كما تدركين مش بس وقعوا الاتفاقيات، وإنما حاول أن يحصل على المعلومات عن طريق تجنيد اليونان للتجسس في صالح إسرائيل في اللقاءات الأوروبية.
طيب دكتورة، أن يدعو البرلمان الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 في هذا التوقيت وبعد هذه المحاولة لنتنياهو، واقعها في التوقيت يعني قرار 181 قرار ناقص اليوم بأن أقام دولة ولم يقيم الدولة الثانية رغم التحفظ على بنوده أو تفاصيله. لدينا تحفظ كبير على قرار التقسيم لأنه قرار تاريخيا يعني هو قرار مشحف وهو تنفيذ لوعد بلفور وهو أيضا قرار الذي بموجبه أعطت الولايات الأمم المتحدة أعطت صلاحيات لإسرائيل لإقامة دولة يهودية وأيضا فتحت الباب ولم تنفذ باقي حتى لا مش بس باقي أنه في دولة عربية، هناك بند يقول أنه من يعتدي على دولة أخرى، من يعتدي على أراضيها على الدولة الأخرى يعني من الدولتين سيعاقب حتى عسكريا. إسرائيل اعتدت على الدولة وعلى فلسطين وعلى أراضي فلسطين وعلى الحق الفلسطيني وبنات المستوطنات وإلى آخره، ولا توجد أي يعني آخرها يعني شهيد قسرى اليوم حرام 48 يعني عام أمام عائلته وأطفاله يقتل برصاص مستوطن. المستوطنين كمان يعني هذه قضية الإفلات من العقاب أصبحت سمة من سمات إسرائيل. دوليا إسرائيل تفلت من العقاب وهناك حماية وغطاء قانوني لها، ولكن أيضا ترجمت داخليا داخل إسرائيل بحيث أنه الجندي الإسرائيلي المستوطن الإسرائيلي يعمل خارج القانون ويتمتع بالإفلات من العقاب وبالحماية من العقاب، وبالتالي يستطيع أن يقتل أي فلسطيني كما فعلوا اليوم جريمة نكراء أمام عائلة هذا الشاب، يعني لا يمكن السكوت عنها. ولكن العالم يوميا اعتاد أن يرى ماذا تفعل إسرائيل ويوميا يعطيها سك الغفران. طيب دكتورة، في المقابل أيضا نتنياهو يعني لا يتوقف عند حماية فقط إسرائيل من القصاص أو محاسبة من الجرائم التي ترتكبها أو التعدي على القانون الدولي، لكن في المقابل هو يسعى لترويج إسرائيل، يعني بجوز في الاتحاد الأوروبي هو بحاول يبيض صفحة بعد عقوبات أو بعد موضوع وسم المنتجات المستوطنات أو موضوع البي دي أس وتجميد حتى الاتفاقية مع إسرائيل، ربما يحاول أن يرأب شيء تضرر، لكن في إفريقيا هو يفتح خطوط جديدة. نعم. يعني في كلمة ألقاها نتنياهو خلال مأدبة الغداء الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة أداء قسم اليمين لرئيس كينيا، قال بأننا معنيون بالتعاون معكم ومع أي دولة من دولكم بغية توصيل إفريقيا بالكهرباء، لدينا ثقة بإفريقيا، فأي مبادرة من جانبكم ستلاقي مبادرة من جانبنا لاغتنام المستقبل وجعل الحياة أفضل وأكثر أمانا بما يصب في مصلحة شعبكم. يقول إن ذلك مفيد لكم ومفيد لنا ومفيد لإفريقيا. يتحدث عن الإرهاب، عن الشأن الأمني، يتحدث عن بوكو حرام والشباب وحركة الشباب والعناصر الجهادية في سيناء بشكل عام. بربطنا فيه ربط كل شيء فلسطينية مسؤولين عن بوكو حرام أو عن وقال داعش. إذا عملنا سويا سندحر الهمج على رأيه. وقال أيضا بأن النقطة الأخيرة إسرائيل تساهم مساهمة ملموسة في مجالات المياه والزراعة وتأمين الفضاء الإلكتروني السايبر والتكنولوجيا المعلوماتية في أي مجال بما فيه الصحة وأي مجال يرتبط بالعمل الإنساني. يعني بالفعل إسرائيل تتحرك. مش كذب اللي حكاه، مش كله يعني طبعا في كذب، ولكن هناك علاقات تبنى الآن على مصالح. احنا ما بنقدر نقول انه بس حسن النوايا والمواقف المبدئية، هناك حاجة ملحة في افريقيا وفي الكثير من الدول للنهوض بالاقتصاد، بالمعرفة، بنقل المعلومات، باستخدام الوسائل الحديثة كلها. اسرائيل بدأت بالزراعة حتى الهندسة الزراعية وتحركت نحو الأمن. الآن إسرائيل تروج نفسها عالميا أنها خبيرة الأمن الدولي، لأن لديها يعني شعب كامل حقل تجارب.
فالعالم كله يشهد لإسرائيل بأنها هي تقوم من ناحية استخدام الأسلحة الجديدة، من ناحية الأمن الشخصي، من ناحية الأمن الداخلي في الدول، يعني ما يسمى بالدفاع عن النفس إلى آخره. إسرائيل هي التي تبيع هذه المعرفة. هذا ما يعني تشعر الكثير من الدول أنها بحاجة إليه. فإسرائيل تقوم بنسيج علاقات جديدة على أساس الحاجة وعلى أساس المصالح وعلى أساس أن الدول هذه بإمكانها أن تستفيد من إسرائيل. نحن لم نستطع أن يعني نسيج نحن هل علاقات نتحدث جديدة عن فلسطين أو عن فلسطينيين، ولا نتحدث أيضا عن دول عربية؟ نعم. لأن الكتلة العربية ليست قليلة. نعم. ولها إمكانيات لو استخدمتها. بس الكتلة العربية مشغولة في الاستقطاب الداخلي الإقليمي، مشغولة إنه في عدو جديد، هي عدو استراتيجي، هي إيران. إسرائيل أصبحت لبعض الدول وبعض التصريحات، بديش أقول من رسميين، ولكن التي تقول بأن العدو هي إيران، وإسرائيل لا توجد عداوة بين بعض الدول وبين إسرائيل. فعلا هناك حركة، بأن هناك مصالح استراتيجية ومصالح أمنية، وبأنها وأعداء مشترك لإيران نعم. فهناك تغير خطير جدا. الدول العربية لديها إمكانات، وكان بالإمكان استثمار هذه الإمكانات في الدول النامية والدول التي تحتاج إلى تمويل، إلى تعاون، إلى تطوير، ولم تستخدم. لغة المصالح يعني. مش بس لغة المصالح، لغة ترجمة العلاقة إلى علاقة مثمرة للطرفين. أنه هناك مقابل أنه الدول هذه تدعم القضية الفلسطينية وتدعم الحق العربي، بإمكاننا أن نستثمر فيها، بإمكاننا أن نقيم مثلا مدارس، جامعات إلى آخره. كانت هناك دول يعني تبني جوامع بدل جامعات دائما أو ترسل يعني كتب دينية بدلا من أن ترسل العلوم والتكنولوجيا وإلى آخره. فهناك دول لم تكترث يعني، ليست هذه حاجة الشعوب. وكأنه من يعني من المسلمات أنه ادعموا فلسطين وما في بالمقابل أي شيء. حتى في الولايات المتحدة في الكونغرس كانوا يقولون لنا إذا دعمنا إسرائيل هناك ما نكسبه ولا يوجد شيء نخسره، بينما إذا دعمنا فلسطين هناك الكثير مما نخسره ولكن لا يوجد شيء نكسبه. فالمكسب أنه بدعموا إسرائيل من أجل كما ذكرنا المصالح، ولكن نسج علاقات من نوع جديد الآن. لا توجد علاقات مبنية على المبادئ بشكل تام، ولا يمكن أن نأخذ الولاء من المسلمات. طيب دكتورة، يعني أمام هذا الواقع وهذا النشاط الإسرائيلي في هذا الجانب، واللي ما بيقابله نشاط بديش أقول موازي أو على بالحد الأدنى عربي أو مساند، الحديث حتى عن في المواقف العربية ومسألة يعني رؤية إيران كعدو مشترك، الحديث عن صفقة القرن اليوم تتواتر، صحيح تسريبات، صحيح حديث عن مسؤولين رفض التصريح عن اسمه أو مسؤول رفيع، يعني هذه اللغة التي تستخدم اليوم في الحديث عن صفقة أو ما يسمى بصفقة القرن، آخرها مثلا موقع المونيتور الأمريكي كبرى أو الصفقة الكبرى، واللي بيحاولوا يعني على الأقل يعني مزج الصورة العامة من أنه الإدارة الأمريكية بتقول أنه مش نهج أوباما اللي كان يقول دبلوماسيا أو الحركة الدبلوماسية مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، وبناء عليه تأخذ الجائزة إسرائيل إذا التزمت بمبادرة السلام العربية وتطبيع عربي. اليوم الحديث بيصير بشكل مقلوب. نعم. وإحنا عم نشوفه قلب المبادرة إحنا العربية عم نشوف، يعني المراقبين عم يلمسوا دول كبرى عربيا عم يتحرك فيها الأمريكي وعم يروج لإسرائيل فيها، وكأنه فعلا المعادلة ستقلب بأنه التأثير العربي هو الذي سيفرض حل فلسطين الإسرائيلي. نعم، قلب المبادرة العربية على رأسها كما يقولون. ولكن يجب ألا ننسى أنه السياسة الأمريكية منذ بداية العملية السياسية، منذ الثمانينات حتى عندما بدأوا بالتفكير، بدأوا بالسبعينات
بلقاء في جنيف، وفلسطين جزء من الدول العربية. لكن منذ البداية النهج الذي تستخدمه الولايات المتحدة هو إعطاء إسرائيل المكاسب دائما والمكافآت والحوافز الإيجابية باستمرار، بينما استخدام الضغط والابتزاز والتهديد ضد الجانب الفلسطيني باستمرار. لم تتغير هذه السياسة حتى أوباما. أوباما أعطى إسرائيل الكثير من الدعم المالي والعسكري، أكثر من أي رئيس أمريكي آخر. فيجب أن لا ننسى يعني هذا التاريخ. فالآن أصبحت هذه المواقف أكثر وضوحا، لأنه يريدون أن يحصلوا على مكاسب استراتيجية لإسرائيل عن طريق الاعتراف العربي، عن طريق فتح المجال الجوي العربي، عن طريق إيجاد علاقات اقتصادية وتجارية مع العالم العربي. هذه مكاسب لإسرائيل من أجل أن يكون هناك تنسيق أمني مخابراتي ما بين بعض الدول العربية وإسرائيل في مواجهة إيران. بينما الذي يعني يتم الحديث عنه بالنسبة لفلسطين هو الضغط والابتزاز كما ذكرنا يعني، وهذا معروف، بدناش نعود لقرارات الكونغرس واضحة والقوانين المزحفة ضدنا، ويجب إعادة النظر فيها كليا أنا في رأيي الآن، المطالبة بتغييرها. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى إعطاء الجانب الفلسطيني مكافآت شكلية ورمزية. مثلا أنه بنسمح لكم تعملوا مشاريع أو تبنوا في بعض من مناطق أريا سي. طب ما هي سي أو جيم، هي استحقاق المفروض، هي أراضي فلسطينية مثلا بالأساس. أو بالإمكان أنه نعمل على ازدهار اقتصادي، أنه مشاريع اقتصادية اللي مين بده يدفع ثمنها؟ الدول العربية، مش إسرائيل أو أمريكا أو أي حدا، لا، أنه الدول العربية بدها تدفع الفاتورة بما معناه. وازدهار اقتصادي كيف؟ إسرائيل ترفض. مثلا قالوا رفع بعض من الحواجز العسكرية، ورفع القليل من الحصار يعني، وهذه مفروض أنه ما تكونش بالأساس موجودة. فكلها هاي مكاسب شكلية، ومفروض أنه تكون نفذتها إسرائيل يعني حتى بالمرحلة الانتقالية انتهت والأخرية. يعني ببيعوك بضاعة مبيوعة بالأساس وقديمة على أساس أنها مكاسب لفلسطين، لأنه إسرائيل سمح لها أن تستمر في معاقبة الشعب الفلسطيني، في سرقة الموارد والأراضي، في الحصار الاقتصادي، في كل شيء. فرفع القليل من الظلم لا يعني أنه مكافأة. بينما كمان الإشي الكبير بدهم إياه هو أنه أن يجدوا احتضان عربي لهذه الرؤية الأمريكية. احنا عنا ضمان، مش ضمان، بدي اقول انه بالحديث مع الجانب السعودي قالوا بصراحة انه احنا لن نقبل بتغيير المبادرة العربية. وانه اي تطبيع مع اسرائيل او اعتراف باسرائيل يأتي بعد الحل مع الجانب الفلسطيني. هلأ القضية هي ليست قضية العودة الى المفاوضات، القضية هي ما هي المفاوضات، ما هو طبيعة الحل. إذا كان الحل ما هو أساس مقاس على مقاس إسرائيل طبعا، أو محاولة تصفية القضية لإطلاق يد الإقليم يعني في التعاون مع إسرائيل، هذا شيء. أو إذا كان هناك حل عادل يكف يد إسرائيل عن المضي قدما في انتهاكاتها وفي سياساتها، ويضع حدا ينهي الاحتلال ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس وحل عادل للاجئين، طبعا هذا اللي مطلوب. بس هلأ الواضح أنه في خطوات انتقالية وسياسة المراحل وتراكم المكاسب لإسرائيل وتراكم الضغوطات لفلسطين، ونحن يعني ننتظر من العالم العربي أنه عم بنسق فلسطينيا لأن يدرك ما هي الحدود التي لا يمكن أن نمضي يعني وراءها أو بعدها أو اختراقها، ما هي المتطلبات الأساسية لسلام عادل. يعني دكتورة هنا يعني قد يقول المواطن الفلسطيني بكل صراحة بأنه مش يشكك، لكنه يرى بأنه قد والتاريخ والمواقف العربية كمان
بدناش نحكي ذاكرة السمكة للشعب الفلسطيني، لكنه أيضا لا ينسى بعض المفاصل نعم الأساسية، بأنه ما الذي سيجبر دولة عربية ما بحاجة لدعم أمريكي، بحاجة للمكسب الذي ستأخذ من صفقة من هالنوع في مقابل عدو ترى أكبر وهو إيران، بأن تراعي المصالح الفلسطينية، حتى وإن قلنا نحن الفلسطينيين بأن مبادرة السلام العربية تحصن على الأقل الموقف المعلن المعلن، لكن ما بين المعلن وغير المعلن هنا تتجلى مخاوف الشعب الفلسطيني. طبعا وهي مخاوف مشروعة يعني بالفعل، لأنه في تغييرات جذرية في العالم العربي ورأيناها، ولكن ما يمنع الكثير من الدول من اتخاذ مواقف من هذا النوع هو في الأساس الرأي العام العربي. هنا يجري الحديث أيضا عن محاولات التغيير في المواقف، في محاولات يعني لمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي في مواقف غريبة لشباب قضية القدس، إنه مثلا إنه الرياض أهم من القدس، شفناها يعني هي مش ظاهرة لكنها محاولة. هذه أيوة، هذه مش من المواقف المعهودة أو المقبولة، لأنه كان في استهجان كبير. صحيح، وبعض التصريحات الفردية اللي سمعناها كمان استهجان، لأنه ما زالت الشعوب العربية شعوب لها ضمير أو لها مبدأ. وبعدين بالرغم من أنه كثير من الدول لم تكترث في الرأي العام لديها، ولكن هناك حدود لا يمكن تجاوزها، بمعنى أنه استفزاز الرأي العام قد تكون له عواقب كبيرة. القضية الفلسطينية لها بعدها الأخلاقي القيمي، بالإضافة إلى بعدها القومي، بالإضافة إلى كونها الاختبار الحقيقي لمدى التزام القيادات العربية بالحق، بالقانون الدولي، بالعدالة، بالإنصاف، لأن تاريخيا تستخدم القضية الفلسطينية كأثبات على فشل العالم العربي. فالعالم العربي بحاجة إلى نجاح في هذا المجال، والنجاح لا يكمن عن طريق إسرائيل، ولا يكمن عن طريق إيجاد أعداء إضافيين، ولا يكمن في مثلا ضرب استقرار دولة مثل لبنان، أو محاربة الحروب بالوكالة في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن أو دكتورة أنا يعني في أماكن أخرى. يعني ربط كل ذلك أيضا فينا حتى على مستوانا الداخلي. دكتورة أنا أعرف بأنه ملف المصالحة اليوم شائك كثير، نعم، ومعقد كثير، نعم، ويفضل أنه عدم الخوض في سياق أنه فلان شو صرح وفلان شو صرح في هذا التوقيت. الرئيس طلب أنه ما صحيح صرح، لكن في المقابل أيضا تأثير الخصومة مع إيران أو العداء تجاه إيران وما يجري واستغلال هذه النقطة لترتيبات جديدة في المنطقة في صلب القضية الفلسطينية جعلنا نفكر بارتباط أيضا العداء مع إيران لتعثر المصالحة أو لتسريع وتيرتها بالنسبة لحركة حماس، نعم، وبالنسبة أيضا يعني للجو العام العربي والإقليمي. بدك تغوصي أنت بالمحرمة بس مش شوفي بشكل عام لنقول أنه القضية الفلسطينية تاريخيا لم تدخل ضمن أي استقطاب عربي أو حتى إسلامي أو إقليمي، يعني باستثناء العلاقة مع إسرائيل حاولت دائما القيادات الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن اتخاذ مواقف تزجها في أنت بتحكي عن منظمة التحرير، لأنه حماس مش هيك. حماس احنا بنحكي عن قيادات، بحكي عن القيادة الفلسطينية أنا تاريخيا. حماس شيء جديد على الموقف الفلسطيني والقرار الفلسطيني، مش شيء معهود يعني. تاريخيا القيادة الفلسطينية اللي هي منظمة التحرير دائما أخذت مواقف مسؤولة ولم تدفع ثمن، باستثناء قضية حرب الخليج العراق، نعم، هذا يعني كان واخذنا دروس أو دفعنا ثمن غالي، هذا الاستثناء اللي دفعنا ثمنه. ومن وقتها كمان استمرينا في النهج انه ما بندخل في استقطابات وما بناخذ معسكر ضد معسكر، ودائما حتى ابو مازن دائما بيقولنا ما حدا يصرح وما حدا ياخذ مواقف. ما سمي بالربيع العربي، انا كنت شاهده شخصيا، قال نحن مع خيار الشعوب، نعم، لا في تونس، نعم، وفي مصر وفي سوريا في كل خيار الشعوب، وما بناخذ مواقف في اي استقطاب، لانه خاصه انه الدول العربيه عندها مصالح. بعدين حتى لما تفوت في مواجهات بينها
هذه مواجهات ما بتضل يعني ما بتدوم، وبنصفي احنا دافعين ثمن لانه احنا العنصر الضعيف في هالمرحله. ولنا بحاجه للعالم، ولنا شعب صح. موجود في تلك الدول، كل الدول واحنا بحاجه للعالم العربي. فبالتالي اي طرف بغض النظر مين هو اللي برهن نفسه نتيجه ولاء لطرف دون اخر او لولاء خارج فلسطين، مش بس هو بدفع الثمن، القضيه الفلسطينيه بتدفع الثمن. الآن المطلوب هو أنه الجميع يستمر في خطوات إيجابية، يترجم التوقيع هذا إلى خطوات حقيقية، يضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الذاتية الخاصة، لأنه زي ما قلنا دائما باستمرار مصدر الشرعية ومصدر القوة هو الشعب، مش أي مصدر خارجي. فالآن نحن نواجه تحديات كبيرة وتاريخية، ولا نستطيع أن نستمر في الانقسام أبدا بغض النظر عن المكاسب السطحية والأنية والذاتية اللي بيحكوا عنها. ضروري جدا أن ننتبه، وأنه هلأ مصر مثلا لعبت دورا مبادرا متدخلا ومسؤولا، مش بس هي تستضيف المباحثات، هي جزء من المباحثات وهي جزء من الحل، وهي بالتالي أيضا جزء من الحل الإقليمي ما ننسى. فعلينا أن نتحرك بشكل مسؤول وبشكل إيجابي، ونضع مصلحة الوطن فوق كل شيء. دقة المرحلة دكتورة، وما ستؤول إليه الأمور في جملة هذه الملفات، في الاعتبار طبعا وفي الانتظار ما تم الحديث عنه، عن رؤية أمريكية ستطرح نهاية العام. لا بطلوا نهاية العام. قالوا كان ما هو الرئيس أعطاه لنهاية العام أبو مازن، هلا قال لك بكانون تاني، وبعدين هلا بآخر تصريحات إنه بشهر 2 أو 3. فالخوف من هذا التمديد وكسب الوقت إنه إسرائيل تستخدم وتستغل هذا الوقت، لأنها عم تفرض أمر واقع. شوفي إيوان مثلا شو صار فيها، شوفي جبل البابا شو صار فيه، شوفي الآن تحاول أن تتخلص من مخيم شعفات وكفر عقب، يعني الهندسة البشرية اللي بتستخدمها في القدس، كل جبل الطور أيضا جبل يعني الطور. الحي السكني الكبير اللي أيوة عم ينحكى، وهي أراضي كمان كنسية تاريخية تاريخيا. فهناك يعني سباق مع الزمن محموم من قبل إسرائيل، وكل مش بس كل شهر تكسبه الولايات المتحدة، كل يوم تستخدمه إسرائيل تقوم بتشريع قوانين مجحفة وتتناقض مع القانون الدولي وأبسط قواعد العدالة، تقوم بخطوات عملية على الأرض. يعني كيف بحقلها بتهد بيوت الناس هيك، تطرد الناس من البيوت، تستولي على أراضيهم، بتقول لك هاي أراضي خاصة، معلش شرعت قانون لمصادرة الأراضي الخاصة، بينما إحنا حتى الأراضي العامة بنقول هاي أراضي إلنا، هاي أراضي الدولة الفلسطينية مش أراضي إسرائيل، ولكنها استباحت أراضي الدولة هي لدولة إسرائيل، الآن الأراضي الخاصة لدولة إسرائيل. شو اللي ضل؟ يعني E1 هو المشروع اللي بنهي احتمال إقامة الدولة الفلسطينية. أظن خطاب الرئيس واضح الآن انه في حاله استمرت اسرائيل وهي ستستمر. خطاب السيد الرئيس في الامم المتحده اللي قرأ نيابه عنه الدكتور رياض منصور للتوضيح، انه انتهى حل الدولتين، وما لم يتم هناك تدخل صارم وواضح وعملي وكف يد اسرائيل والبدء بتفكيك الاستيطان، مش بس وقف الاستيطان، واقامه الدوله الفلسطينيه، لا يمكن الحديث عن حل الدولتين. يعني هو قال انه في حال، يعني احنا سنبقى نعطي الجهد الامريكي فرصه، وسنبقى نعطي الدبلوماسيه الفلسطينيه المعهوده، سنبقى نعطي الرباعيه الدوليه فرصه، لكن في حال اذا استفاقت الرباعيه وينها هي؟ هذا ما موجودها ولا اعضائها الرباعيه للمجتمع الدولي صفقه تاريخيه في حل الدولتين، فاننا سنلجا للمطالبه بحقوق متساويه كامله ان اخفقت جهود السلام. انا بقول لازم نقول بدنا دوله واحده، الدولة الواحدة هي فلسطين. احنا قبلنا تاريخيا انه نعترف باسرائيل وعلى 78% من ارضنا، اسرائيل رفضت هذا الديل، يعني اللي اعطيناها هي الصفقة اللي قلنا لها انه اعترفنا يعني عام 93 اعترفنا 87 من ارض فلسطين التاريخية، واعترفنا بالتقسيم، واعترفنا حتى انه حدود 67. هلا اسرائيل رافضه كل هالامور، وبدها اسرائيل الكبرى على كل فلسطين التاريخيه،
فأنا دائما بقول الرد عليها مش إنه إحنا بنقبل نقعد تحت الاحتلال ونستنى لنصير ديمقراطيا أكتر من إسرائيل، بقول لا، لكان إذا هذه الصفقة بداشها إسرائيل إحنا بلاش، إحنا بنقول إنه كل فلسطين التاريخية لنا. أيوة بس دكتورة، يعني في هذا الاحتلال معنى ذلك نزع الشرعية، اللي بيضل يقولوا لك ليش تنزع الشرعية عنا، وهذا اللي بتخوفه إسرائيل. اعترفنا بإسرائيل، ولكن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، وكل تصريحاتهم الرسمية واضحة. يعني زي اللي بغمض عينيه ودينيه وبقول لك لا هذا مش مزبوط، لا واضح. أي إنسان عنده قليل من العقل يعني يدرك إنه هاي الحكومة الإسرائيلية مش بس طب هو يسألك سائل هون دكتورة بصراحة، إنه اللي يعني الفلسطيني الذي لم يستطع حتى الآن أن يفرض بالتضامن الدولي أو بالمواقف الدولية والقانون الدولي عفوا حدود 67، كيف بده يفرضها؟ بفرضهاش، بس ما بيوقع على أي اتفاق. ما بيوقع على أي اتفاق المزحف اللي بيقضي علينا يعني. هذه بتصير قضية مستقبلية، ولكن إحنا بنقول أوكي، ما بدكم اعترافنا فيكم رفضتوه، أضفتوا إلى شروط مسبقة حدود قضية يهودية الدولة، أضفتوا إلو أنه هلأ في اختراع جديد أنه لما تيجي القضايا المتعلقة بفلسطين ممكن أنه نتخلى عن السيادة. مثلا نتنياهو بقول لك ليش بتحكوا عن دولة فلسطينية ذات سيادة، ممكن يكون في دولة السيادة يقول هذه إعادة تعريف المفاهيم الدولية والقانونية. لما الأمور تتعلق فينا طبعا بيصير العالم يعني يخترع أشياء جديدة. بقول لك سيادة بدون حدود، فبدهمش حدود، سيادة بدون سيطرة على الأجواء ولا على المياه الإقليمية ولا على المعابر والمداخل، وبعدين إسرائيل بدها تسيطر أمنيا على الحدود. إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك مش حكم ذاتي، احتلال من نوع آخر، هذا احتلال جديد برضانا بإرادتنا بتوقيعنا إنه إسرائيل صاحبة السيادة وإحنا هالتجمعات السكانية قبلنا بهذا. فعشان هيك أنا بقول المهم إنه ما نوقع أي شيء يلزمنا ويلزم الأجيال بالإعداد لاندثار أو تصفية القضية أو لمواجهات مستقبلية. الحق الفلسطيني لن يزول، سيبقى وفي عنا أجيال. الآن المهم إنه نحافظ على وجودنا، على صمودنا على أرضنا، على حقوقنا، حتى على حقوق اللاجئين وحقوق الفلسطينيين بالخارج. أن نبقى متمسكين. مظبوط المجتمع الدولي أخفق ولم ينفذ لا قراراته ولا قانونه فيما يتعلق بفلسطين، ولكن هذه بدنا نستمر استخدامها حماية لنا، وبدنا نستمر في مساءلة إسرائيل، بدنا نعمل مع العالم صحيح لإيجاد الدعم لنا. بس إذا وقعنا هلأ على هذا المسخ اللي بده يسميه دويلة أو دولة أو إلى آخره، بالمواصفات الإسرائيلية، المواصفات الإسرائيلية طبعا، وحتى بالتدرج الجديد بالمفهوم الأمريكي، هذا معنى القضاء على القضية الفلسطينية، ويعني إبقاء مصدر النزاع والتطرف والعنف في المنطقة زي ما هو قائما. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتورة حنان عشراوي، ما بينشبع من الحكي معك، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شرفتيني، شكرا لك. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم حال السياسة، حتى نلقاكم يوم الأحد. هذه تحياتي أميرة حنانية، ومن طاقم العمل دائما ألف تحية، دمتم بخير وإلى اللقاء.